ما فيش حد ما بيغلطش. يعني ما فيش نظام في العالم نظام من الملائكة يبقى كل اختياراته صحيحة ومنزه عن الهوى ولا الخطأ. فوارد جدا انه يبقى فيه اختيار زي ما حصل في هذه القضية ويبقى اختيار سيء. بس خد بالك ممكن هذا الرجل انا ما يعني ما اعرفوش شخصيا بشكل قريب, ممكن يكون كان رجل كويس والسلطة أغرته, أفسدته السلطة, أفسدته السلطة وغواية السلطة, الغواية الغواية يعني ما زي ما بيقولوا في الأمثال يعني يقاس المرء في شرفه بصموده أمام الإغراء. ما تجيبليش واحد ما تعرضش عليه أصلا الرشوة في حياته, ما تعرضش عليه أي غواية من أي نوع وتقول لي هو ده أشرف واحد. هو ممكن يكون لو اتعرض عليه ربع اللي اتعرض على الآخر ممكن يبقى فاسد. فوارد جدا, أنا ما أقدرش أحكم هل هو كان فاسد ولا هو لما دخل الوزارة والغواية بتاعة السلطة والثروة غوته أفسدته. ما أنا ما أقدرش أحكم لأن لا أنا محقق ولا أنا مدقق في تاريخه. طيب. لكن طبيعي من طباع الأمور أن في فترة الدولة لسه بتتبني وأن أنت عندك نظام عمل تيبس في شرايين البلد وأضع على الطبقة الوسطى من القيادات في كل مواقعها. يعني احنا كان عندنا في أي قطاع هتلاقي في واحد كبير كده قاعد فيها زي ما حسني مبارك قاعد 30 سنه هو قاعد فيها 30 سنه وبالتالي بيقطم رقبه اي قياده وسطى بيدمر كل الاجيال اللي جايه بعدي, بيدمر كل الاجيال. فلما يجي الراجل يختار بيلاقي نفسه مفيش قدامه. ايه الاليه اللي تختار بيها انت وزير دلوقتي؟ ما عندكش, لان حصل انقطاع بعد نظام مبارك كان نظام مستقر لانه كان له رؤوس محدده. يعني زكريا عزمي هنا, ظافر الشريف هنا, فتحي السرور هنا, حبيب العدل هنا, واخد بالك رؤوس محدده وماسكه الدنيا واللي تحتها فطسوهم فما عادش في حد. لما تيجي انت تحكم بعد ده فتيجي تبص على اللي تحتهم انت ما انتش عارف. خد بالك ان قيادات مثلا اي وزاره هتبص تلاقي تيجي تقول طب ما تيجي تجيب اللي كانوا مضطهدين, الشرفاء اللي كانوا مضطهدينهم الناس ديت ممكن تلاقيهم كويسين. ممكن تيجي تجيبهم تلاقيهم بقى عندهم خلل نفسي من كتر الاضطهاد, هيبوظ الدنيا يعني. واخد بال حضرتك؟ فانا ما اقصده ان الاختيارات صعبه لانك انت ده ساعات انا في رايي النظام ساعات بيضطر ان هو يمد ايده في نفس الصندوق اللي كان بيمد ايده حسني مبارك فيه ويجيب, لانه لسه ما فيش التربه لسه بالبلدي بقى انا فلاح. الارض لسه ما اتعزقتش, التربه لسه ما اتقلبتش, الميه نفس الميه, الهواء نفس الهواء, فلسه ما فيش نبت جديد طلع لسه. واخد بال حضرتك؟ فانت عندك خواء تقريبا, انا متاكد ان في عندنا مليون عظيم وعبقري ويقدروا يديروا البلد دي احسن من حد, بس تجيبهم منين؟ ايه الاليه اللي تفرز الناس دي؟ لسه عايزه شويه وقت عشان يبقى الخيارات مفتوحه امام المسؤولين ان هو يجيب القياده دي ولا القياده دي. ده مساله ما هياش سهله بالمعنى اللي الناس يعني بتقول اختيار المسؤولين بقى لا ده ازاي يبقى يجي وزير ويبقى 3 شهور يبقى فاسد. لا انا بقول لك ان ممكن تكون كل التقارير الرقابيه وبتاعه الاجهزه على هذا الرجل انه كان رئيس زي الفل, وارد جدا, وبعدين فسد, ايه المشكله يعني؟